السلطان المصطنع نص قرائي مختار في اللغة العربية كما تشوفوا صفحة 52 53 54 على بركة الله. إذا هذه هي الصفحات. كما البداية كنديروا واحد التحضير ديال النص. صاحب النص محمد العربي الخطابي، كاتب ومقاوم مغربي من مواليد مدينة تطوان سنة 1923، نفس تاريخ ولادة الحسن الثاني رحمه الله. مصدر النص حديث اليوم والغد، الطبعة الأولى 1955 صفحات من 80 حتى 90 بتصرف. نوعية النص عبارة عن مقالة وطنية ذات بعد تاريخي. مجال النص يندرج نص السلطة المصطنع، ديما تشوفوا لك الوحدة اللي فيها هي الثانية، مجال القيم الوطنية والإنسانية. ملاحظات مؤشرة النص، العنوان يتركب العنوان من نعت ومنعوت، يعني السلطان المصطنع نعت ومنعوت، ودلاليا كيشير لنا العنوان إلى الملك الحاكم اللي هو السلطان المفتعل الذي نصبه المستعمر الفرنسي لإدارة شؤون البلاد. بغاو يديروا واحد الملك بلاست في مكان محمد الخامس، ولم ينجح الأمر. طبعا الصورة اللي فيها اللي في النص تمثل صورة الفدائي المغربي اللي هو لابس جلباب وطربوش أحمر، داير طربوش ماشي الجندي، هذاك اللي لابس الجلباب هو عبد الله علال علال بن عبد الله الذي حاول اغتيال محمد بن عرفة الذي نصبه الاستعمار. إذا فرضية النص، نفترض أن النص يوضح حالة المغرب، أنا افتراض يعني نفترض أن النص يوضح حالة المغرب أيام الاستعمار وكيف تم الدفاع عن الوطن. القراءة التوجيهية، الشرح، بعض الشروحات التي لا توجد في النص أو لا توجد في شروحات النص اللي في صفحة 53. إشراء أبة الأعناق، مد الأعناق للتأكد من شيء ما، أجهز عليه قضى عليه، زوبعة عاصفة قوية، الاشمئزاز الكراهية، مرصوص كالبنيان المرصوص منظم ومرتب يشد بعضه بعضا، الدمية هي اللعبة، والمقصود بها هنا هذاك محمد بن عرفة هذاك السلطان المزعوم، السلطان المصطنع المزيف اللي بغى ياخذ مكان ديال محمد الخامس رحمه الله. الهرمة الكبيرة في السن، الجلبة أو الجلبة الضجة. القراءة التوجيهية، القيم اللي موجودة في النص، عندنا قيمة وطنية تتجلى في استشهاد الفدائي الأول علال بن عبد الله من أجل حرية الشعب، هذاك عبد علال بن عبد الله اللي في الصورة اللي يمسك سكين، هذاك استشهد في هذا الحادث هذا رحمه الله. قيمة إنسانية تتجسد في وفاء الفرس اللي كان راكب عليه محمد بن عرفة، الفرس الكريم الذي أبى أي رفض أن يحمل على متنه السلطان المصطنع، وفي إخلاص الشعب المغربي، يعني كتمثل في هذا الوفاء ديال الفرس وكتمثل هذه القيمة الإنسانية في إخلاص الشعب المغربي للوطن وللملك، الله الوطن الملك. الفكرة العامة، الفكرة المحورية، الفدائي الشجاع علال بن عبد الله يضحي بنفسه وحياته فداء الملك المنفي محمد الخامس، وصونا لكرامة الشعب المغربي الذي كان يعاني وطأة الاستعمار الفرنسي والإسباني. الأفكار الأساسية، عندنا خمسة الأفكار. الفكرة الأولى يعني الأفكار بعدد الفقرات، اصطفاف جماهير من الناس وراء سياج الجنود لرؤية السلطان، الدمية، هنا عطاو اللقب ديال الدمية مونيكا، لعبة يعني ما عنده حتى شي دور غير شكلا فقط، أنه سلطان غير ديكور. إذا لرؤية السلطان الدمية محمد بن عرفة. الفكرة الثانية، إضراب الناس عن الصلاة في المساجد أيام الجمعة لتجنب الدعاء للسلطان المزعوم. هذا المصطنع، هذا الفكرة باش تفهموا، وأنه محمد الخامس من نفاه هو الأسرة ديالو إلى جزيرة كورسيكا. كتعرفوا أن الإمام في الجمعة كيدعي مع الإمام مع الملك، كيقول اللهم انصر محمد السادس، فهذاك الوقت كان الإمام كيدعي الدعاء ديالو كيقول محمد الخامس، فمن فاو الملك محمد الخامس الى الجزيره رفقه اسرته، ولو الائمه ديال المستعمر كيقولوا
يا ربي تنصر محمد بن عرفة. فالناس هنا ما عجبهمش الحال، ما بقاوش كيدخلوا يصليوا الجمعة، كاع قاطعوا الجمعة باش ما يسمعوش هاد الخيانة ديال هاد الدعاة وهاد الخطباء ديال المستعمر. تزامن وصول سيارة العلال بن عبد الله مع وصول الموكب السلطاني، لأن العلال بن عبد الله غيجي باش يدير العملية الاستشهادية وهو يركب سيارة. محاولة علال الانقضاض على السلطان مرمي على الأرض وسط وابل من الرصاص. الشاب الشجاع يطعن أو يطعن ضابطا استعماريا طعنة نجلاء في كتفه، لكن الرصاص قد ثقب جسمه، أي أن علال بن عبد الله قد تلقى رصاصات أودت به شهيدا، لن نقول قتيلا بل هو من الشهداء ونحسبه كذلك. الشخصيات عندنا علال بن عبد الله شاب أسمر شجاع فدائي، محمد بن عرفة سلطان مصطنع دمية خائن، الشعب المغربي حائر شجاع وطني حر. الزمان في عهد الاستعمار، يعني قرابة يعني قريبة من 56، قريب يعني قريب الاستقلال، لأن الأحداث وقعت على مقربة من 1956. مكان ساحة من ساحات المغرب. القراءة التركيبية هذا ديما كنديروها في الأخير، هي درناها كتكون في الأول، حنا غادي تحتاجها في الأخر. النص الذي بين أيدينا يجسد التلاحم التاريخي بين الملك والشعب المغربي، ذلك أن المغاربة لم يعرفوا المغرب إلا حرا أبيا كريما. هذا التلاحم أراد المستعمر أن يفككه بتنصيب ملك مصطنع بن عرفة ليخدم مصالح الاستعمار المتمثلة في استنزاف الثروات الطبيعية والطاقات البشرية للمغرب. هذا هو السبب لاستنزاف الثروات الطبيعية والطاقات البشرية للمغرب. حدث أن خرج الملك مصطنع في موكبه، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار، ومن مظاهر ردود فعل الشعب المغربي محاولة الوطنيين قتل السلطان المصطنع في شخص الفدائي المغربي علال بن عبد الله. إذا نبدأ، لماذا نفى المستعمر الفرنسي الملك محمد الخامس وإلى أين نفاه؟ نفاه لأنه رفض الانصياع للمستعمر، لذا أرادوا استبداله بسلطان مزيف فنفاه إلى جزيرة كورسيكا. أبين ردود فعل المغاربة على تنصيب السلطان المصطنع محمد بن عرفة. انتفض المغاربة وثاروا ضد هذا المخطط الجائر الظالم، وتشبثوا بملكهم الشرعي بكل قوة وإصرار. يحتفل المغاربة سنويا بثورة الملك والشعب في 20 غشت، أعرف بهذه الثورة مبينا دلالتها ومغازيها. إذا ثورة الملك والشعب الغراء العزيزة التي جسدت أروع صور التلاحم في مسيرة الكفاح الوطني الذي خاضه الشعب المغربي الوفي بقيادة العرش العلوي الأبي في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته. صافي، بارك عليكم. إذا نكملوا لعب الله الأسئلة كاينة في 52. النص ما نقراوه ما نقراوش بلاش، إذا قراوه نتوما مزيان، قراوه عاد كملوا. إذا ماذا كان يتوخى المستعمر الفرنسي من نفي الملك الشرعي محمد الخامس؟ نفس السؤال. كان يهدف إلى السيطرة على رمز السلطة بالبلاد وهو الملك، وحتى تخمد نيران المقاومة ويستسلم المغاربة. استسلم المغاربة، نعم. لماذا بادر المستعمر إلى تعويض محمد الخامس بسلطان مصطنع؟ أذكر اسمه. إذا بادر إلى ذلك لأنه أراد ملء الفراغ الذي خلفه نفي محمد الخامس، والسلطان المصطنع هو محمد بن عرفة. نعم، لماذا فشل المستعمر في تنفيذ خطته؟ فشل لأن علاقة المغاربة بالعرش هي علاقة تاريخية ودينية متمثلة في البيعة عفوا.
تكون العنوان من كلمتين قلناهم السلطان المصطنع. لماذا اعتبر الكاتب السلطان مصطنعا؟ من صنعه ولأي غاية؟ هذا الشيء كله جاوبنا عليه. ولماذا يوصف محمد الخامس بالسلطان الشرعي؟ من منحه الشرعية وكيف كسبها؟ العنوان يتركب من نعت ومنعوت ودلاليا يشير إلى الملك الحاكم المفتعل الذي نصب المستعمر لإدارة شؤون البلاد، وهو مصطنع لأنه لا شرعية له. أما محمد الخامس فقد اكتشف الشرعية انطلاقا من بيعة الشعب له. نعم، أقرأ من تحرك موكب إلى البعث المغربي الجاي. اقرأ هذه الفقرة ثم اختار فردية من الفرديات. احنا اختارينا هذه، هب المغاربة لقتل السلطان المصطنع تعبيرا عن تشبثهم بالملك الشرعي المنفي. إذا نمر، هذا مجموعة من الشروحات وأنمي معجمي. أبحث في المعجم بينما الموكب يسير متباهيا مختالا. اشرح كلمة مختالا ثم أضفها في جملة. المختال المتباهي، كأنه يتكبر على الناس. متباهي يفتخر في مشيته وبمنصبه وكذا. إذا عندنا الجملة إن الله لا يحب كل مختال فخور. الجملة اللي غنكتبو حنا: تمشي العروس مختالة في فستانها، يعني متباهية. راه هذاك بينما الموكب يسير متباهيا مختالا. راه نفسها هذاك المتباهيا، هي أنا الله انتبهت لها. هذيك متباهيا هي شرح مختالا، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا أنا أعتبره مثال. تقول الآية وخا كتبها أنت وظفها أنت، ولكن إلا بغيتي تكون حافظ بحال الأمثلة من الكتاب الكريم، كتاب الله العزيز، ومن سنة نبيه من الأحاديث، مزيان. إذا لماذا أثار موكب السلطان المصطنع موجة من الغضب والاستنكار؟ لأنها رأت هذا السلطان المصطنع يختال على فرسه. بما وصف الكاتب الزمرة التي جرفت أضالي الاستعمار، وصفهم ورشنا في النص، قال لهم إنهم أخلاط من الموظفين المذبذبين وضعاف النفوس. ثلاثة، أبرز صفات الرجل الذي حل في كنا كتبناهم في البداية، ها هما هنجبدهم من النص عاوتاني: رجل أسمر، رجل شاب أسمر البشرة، سمح الملامح، به أمارات الحرج والضيق. ما المهمة التي أراد تنفيذها؟ أراد قتل السلطان المصطنع. صافي، مزيان، نشوفو. خمسة، أبين الخطة التي اتبعها لقتل السلطان المصطنع. إذا يعني السلطان المصطنع يشبه الدمية هنا نقصت. إذا هذيك خمسة درت هي بلس ستة، هذيك خمسة. ما هي الخطة؟ أنه ركب سيارته وأراد دهس و و يعني دهس فرس السلطان المصطنع وقتله. يعني هنا بالنسبة لستة الدمية الملتبسة بها شرح، هذيك خمسة راهي ستة. دابا هذيك خمسة اللي كاتب لكم أنا راهي هي ستة. أشرح العبارة الآتية: الدمية الملتبسة بهيئة الملك، يعني السلطان المزيف، يشبه الدمية المتحكم فيها، لا إرادة لها ولا شخصية سوى اتباع أوامر سيدها دون أدنى مقاومة ونقاش. هذه خمسة مهمة. راه شرحت لكم أنه أخذ سيارة واتجه صوب الموكب السلطان المزيف ودهس فرسه وحاول قتله، لكن الجنود منعوه. أقترح عنوانا آخر. إذا إما الملك والشعب، الملك المزعوم، مقاومة شعب، 3 عناوين، اختر ما تشاء. أحول الفقرة الآتية إلى ضمير المتكلم من وحادة السيارة إلى معالم السيارة المغربية. إذا نقول: وحذت فرس الدمية وكسرت قوائمه، استللت خنجرا طويلا وتهيأت للوثوب. أريد الإجهاز على هذا الرمز الذي اصطنعه المستعمرون لطمس معالم السيادة المغربية. إذن شوفوا
نمر. يجسد النص التلاحم التاريخي بين الملك وشعبه، وضحه مستدلا بأمثلة وشواهد عفوا من النص. الشواهد هي التلاحم: لقد أعلن الناس الإضراب عن الصلاة في المساجد أيام الجمعة. هذا واحد. ثم هذه: لقد كانت الثورة تغلي في أحشاء المغاربة. أبرز دلالة الارتداء الفدائي: الجلابية البيضاء والطربوش الأحمر للقيام بعمل بطولي. هذا اللباس هو رمز للأصالة المغربية المتجذرة في التاريخ، وتدل على أن للمغرب أبناء لن يتنازلوا على ملكهم ووطنهم مهما كلف الأمر. ثالثا، أبين كيف أفشل الوطنيون المغاربة خطة المستعمر. أفشلوها بإشعال فتيل الثورة والمقاومة دون كلل حتى يتحقق الاستقلال. ببساطة، لماذا وصف الفدائي المغوار بخير رمز أو أحسن قدوة ومثال؟ لأنه ضحى بروحه فداء للوطن، وهي أغلى ما يملك الإنسان. هي الروح كاين المال، النفس والمال، وأغلى شيء هو النفس. قليلا من الناس من يستطيع يعني أن يفدي الوطن بروحه، لهذا وبذلك استحق أن يكون قدوة للغيورين على الوطن. نعم، أركب أفكار النص بملء الجدول الآتي بعد نقله إلى دفتري. إذا الحالة الأولية فيما فكر المعمر للتخلص من الملك الشرعي محمد الخامس. إذا الحالة الأولية: نصب المستعمر على عرش المغرب سلطانا مصطنعا، محمد بن عرفة، ظنا منه أنه سيعمل على تهدئة النفوس الرافدة بدلا عن السلطان المغفور له محمد الخامس. بالنسبة للتحول، ما الخطة التي اتبع اللال بن عبد الله؟ هذه راه كانوا يسولون عليها قبيلة، قلت لكم هذيك خامسا اللي قلت لكم درنا بلاصة ستة، ها هو الجواب ديالها. حاول الفدائي المغربي اللال بن عبد الله اغتيال السلطان المصطنعي، ولكن محاولته فشلت فسقط شهيدا بعد أن حاول دهس السلطان المزعوم بسيارته. الحالة النهائية: ما العبرة المستنتجة من تضحية علال بن عبد الله؟ إن قصة علال بن عبد الله نموذج نموذج إن قصة نموذج لتضحيات المغاربة الكثيرة من أجل الحرية واستقلال هذا الوطن، وعليه يجب علينا أن نحافظ على هذه الحرية وهذا الاستقلال، ونواصل الكفاح من أجل مستقبل أو من أجل مستقبل وطننا ومجده. إذا نقول إذا نكملوا. اكتب في بضعة أسطر موضوعا أبرز فيه فرحة المغاربة بعودة المغفور إلى محمد الخامس وأسرته الكريمة من الفان. قوله: استمرت المقاومة المغربية واستمرت المطالب باستقلال البلاد وعودة السلطان، إلى أن عاد بالفعل في شهر نوفمبر من عام إلى 55، يعني قريبا 56 من هضرنا للزمان، لأن مباشرة بعدها بشهور سيستقل أو يستقل المغرب عن يعني الحماية الفرنسية. عودة الملك محمد الخامس وأسرته من الملفى يعتبر واحدا من الأحداث البارزة في تاريخ المغرب المعاصر، والتي خلفت فرحة عارمة لدى المغاربة، خصوصا أن ذلك الحدث أعقبه بفترة قصيرة، وتحديدا في شهر مارس هي عام 56، إلغاء معاهدة الحماية وحصول المغرب على الاستقلال. إذا أبحث عن صور تاريخية تتعلق، وصلنا للآخر ياك. إذا ها هي الصور، عندنا مثلا هذه او هذه، وبقت لكم هذه. صلوا على رسول الله، صلي على رسول الله.